شلة الرقص للجمهور جبناها باسم نزاحة الغنجة السنافية نزاحة ويجعل يبداها تستحق أجمل حروف الرومانسية لقبلت بين خلق الله محياها نور بدر والوصوف الخيالية ولا استدارت بالمناصة حلاياها جيك لأسب المزايا الخرافية جيك لأسب المزايا الخرافية مدت عبر السنابات شفناها من يمين اللي يمينه رهاوية مدته يطير عالمال معطاها مدة اعتبي الولد العتبية الوفا واهل الوفا دي سواياها شرق غرب وهم شمال وجنوبية المهم مرجع المان هو ضحاياها راس شاعرها وجمهور قافية راس شاعرها وجمهور قافية من كثر ما لسان الشعر مطراها لو تأخر ذكر نزاحه شوية كل يقول نزاحه فقدناها ثقل من بينهم عشرة غرامية وسعوا عنها لجات تدرج خطاها خلوا أم الغنج تمشي بحرية قلتها وانتم تعرفون معناها البيوت النادرات الملكية البيوت النادرات الملكية شلة الرقص للجمهور جبناها باسم نزاحة الغنجة السنافية نزاحة ويجعل يبداها تستحق أجمل حروف الرومانسية لقبلت بين خلق الله محياها نور بدر والوصوف الخيالية ولا استدارت بالمناصة حلاياها جيك لأسب المزايا الخرافية جيك لأسب المزايا الخرافية مدت عبر السنابات شفناها من يمين اللي يمينه رهاوية مدته يطير عالمال معطاها مدة اعتبي الولد العتبية الوفا واهل الوفا دي سواياها شرق غرب وهم شمال وجنوبية المهم مرجع المان هو ضحاياها راس شاعرها وجمهور قافية راس شاعرها وجمهور قافية من كثر ما لسان الشعر مطراها لو تأخر ذكرنا ازاحه شوية كل يقول نزاحه فقدناها ثقل من بينهم عشره غرامية وسعوا عنها لجات تدرج خطاها خلوا ام الغنج تمشي بحرية قلتها وانتم تعرفون معناها البيوت النادرات الملكية البيوت النادرات الملكية